شارك جدًا باش تماشى فانين عزيز ودلال وكما جوار قوت براستي ذي حفتي خلاكامة لقندي كيف هيا بعربي جد بجن أم كيف يا خواري تحتاني كرد وعرب جانا كجلك يخوش وهف باش بهفرة ذي قندي تجين براستي أم فيدر ضرباس مون أفجي جهيرا وصدقه يعني أفجي قلك دكان الفيدر يحازلن ما قو أمي الفيدر هناكي أمي بهن فدانا كي بكن أمي آفاكي وشاكي فخن بريكو أم ضرباس يقول ببن يكسر فيدر يجي جو هنرمندك يمال فيدي قندها يا نافي ويجي بجن مدل مدلة أبو رائد مدلة بافي رائد أو جيش قندها براستي مبزوري أني جامير قو أز ناس ترين ومدفجة بردايا لأما ما قو بهتر أمي كاربن ويبيني مرحبا ميت أهلا وسهلا فنان العزيز وغالي الله يعزك بصراحة قبل ما نتعرف نعم الله يسلمك قالوا لي أنه أنت عم تغني وكذا نعم نتعرف اكثر قبل ما نبلش بال الله يسلمك يا ريت تعرفنا انا الفنان مدالله ابو رائد وساكن ام كهيف وتلعلى وعنزي يعني المنطقه هذه انا فيها انت خلقت هون نعم ما خلقت هون بس ربيت هون ربيت هون نعم بل. فاتشرف بوجودكم اجمعين وبقناتكم الطيبه اللي تبث المواضيع الطيبه دائما إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والتقدم الله يسلمك ويحفظكم الله أجمعين أنتم والحاضرين أجمعين على رأسي وتشرفنا الله يسلمك الله يحفظك قالوا صوتك حلو ما بنعرف من إمتى أنت عم تغني كيف تغني مين كيف تعلمت الغنى من أي نوع تغني أي طرب أي أغني شلون تحكي لنا بالبداية شلون تحكي لنا عن أول شيء نشأنا وبدأنا بقرية عنزي على الفن طلعت في حفلات وطنية الشعبية والموجودين هان كلياتنا يعني سوا فنطلع الحفلات فيها قبل الزمر المجوز يعني والماصولة عرفت شلون وفي منهم من ربعنا أكراد إخواننا عرفت وفي منهم من العرب فأنا أطلع أغني ألهج معاهم على الدبكة إيه عاد لما أحكي مع أغني وتصير الدبكة وشافوا الشباب الموجودين اللي يعرفون الامور هذه إيه؟ وانت حاولت تغني بالكردي كمان كردي عجيبه على نمط عربي الشيخاني اها ايه يعني تغني عربي على نمط شيخاني نعم 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 شو بدك تهدي لنا اهديك تهدي لنا تهدي للشباب المصورين تهدي لنا والله اتشرف بالقريه مثلا اتشرف بكم اجمعين أنا أقول أنا بحيي جملة الحضار كله ومثل أحفاد صلاح الدين من وجد بالكون كله اللي جمعوا الشجاعة والطيب والكرم كله يوم الوقى يحمون الديار وتحياتي لكم عن الغربة عن الجرية عن حب عن الوطن اللي تريده حب راح لصمك أحب تقول هذا حب راح ولا الحب راح يعني ختيرنا ربعي انا صبري وما صبري هذول ابو عماد هذول ربعي راحت مننا ما عاد نقدر نسوي شغلات حب طيب هسه حب موجود شبابنا هسه شبابنا الايام الحالية اي بي طبعا تامل بالحب طبعا الما يؤمن بالحب هذا حب شلون يعني حب من كل نواحي الحب العاطفه الصداقه حب العاطفه موجوده إن شاء الله أبات الليل أبات الليل نحيل الجسد عظني أبات الليل نحيل الجسد عظني لي صاحب بالوفا ما طلع عظني عظني بويا ودقايق أسود دقايق أسود صابني وعظني وحياة خنس المشت لقطع كف البيداي هايم هايم دعوني أنا هايم دعوني وانحر البيداي أنا الذي يا خلق جبت البلا بإيداي شلت العقارب على كفي وعظني الله تحياتي الله 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 وأهلا وسهلا الله يسلمك الله, الله يبارك فيك عطيتها طول عمرك عطيتها حقها يحفظكم الله سلموا هديات كل الشكر لك لا تواخذنا أشكركم منين يعني أشكركم وناس يعرفوك أكثر يعني. الله يبارك فيك وطول عمرك أنت سلم لي هالصوت والله يحفظك أنت والحاضرين أجمعين وأهلنا اللي بالغربة
وكلياتهم ومنهم ابني بالغربة زاد بألمانيا. وإلكم الجميع وتحياتي وتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والتقدم، والله يحميكم يا رب.